شو شفت لي ده حسن؟ والله كثير منيح. هذا انا صبت صيد هذا جسك. Thank you.
حط عليكم. I'm
خالد أحمد.
اللاعب خالد عباس. نواف فاروق. وليد حميد. فريق تحت ال 14 سنة والحاصل على المركز الثاني علي محمود. علي عبد الخالق. حامد عبد المجيد. أحمد محمد صالح. علي عباس. فريق تحت 16 سنة والحائز على المركز الثاني في بطولة الإمارات الفرق. اللاعب خالد محمد. فيصل أحمد. إسماعيل إبراهيم. عبد الله عباس. كمان رمز تكريمي للمدربين الذين قاموا على هذا المجهود، المدرب الأستاذ سهير أحمد. المدرب الأستاذ الدولي لتالس. كما نوه الأستاذ حسين فهناك جائزة تقديرية للاعب تداركا للموقف للاعب إسماعيل إبراهيم والذي حصل على تصنيف دولي خلال البطولة الدولية التي أقيمت في مهرجان المجمع الثقافي. اللاعب الدولي إسماعيل إبراهيم. واستغلال الفرصة التكريمية نكرم اللاعبين الفائزين في البطولة المغلقة والتي أقيمت في النادي خلال شهر أكتوبر عام 93 والذي فاز بالمركز الأول برصيد 6.5 نقاط اللاعب أبو بكر علي. المركز الثاني والذي احتله اللاعب فاروق رنا برصيد 5 نقاط. في حين جاء في المركز الثالث اللاعب طارق عمران. وعلى امل اللقاء بكم مره اخرى ان شاء الله. ما قصرتوا ان شاء الله نراكم في انجاز اخر وتفضلوا في مشاركه بسيطه.